سليم مزري، يقودهم المدرب الحسن سقاق والمسؤول الاداري الحسام جوداري وعدنان المساعد زكريا. كره عند ايمن الرقام، ايمن الرقام واولى اهداف المقابله لصالح التحدي الرياضي قنيطري. دقيقتين و 27 ثانيه على البدايه، التحدي الرياضي قنيطري يفتتح التسجيل عن طريق ايمن الرقام. راوغ الاول راوغ الثاني وسدد وجه لوجه مع الحارس، والتحدي كيتقدم هدف دون مقابل على حساب جمعيه ايريس وجده. بالتالي مقابله تنبئ بالروح الرياضيه، نتمناو يكون الحفاظ عليها ما بين الفريق. كانت الزاوية الصعبة وعلى أجمل هدف، طريقة جميلة، طريقة جميلة كافيو كيبدع في الزاوية الصعبة على غدا الحلوحي، والتقدم لصالح التحدي الرياضي قنيطري، هدفين دون مقابل على حساب إيريس وجدة. حوار الحكم يوسف عيد حماد مع اللاعبين لأجل الالتزام بالمسافة القانونية. تماس ياسين عند فؤاد، هدف جميل هنا وهدف جميل هناك، وكرة السريع كان عن طريق فؤاد كناني وكيسجل اولى اهداف وجده في هذه المقابله. تمريره على المقص من عند اللاعب ياسين كشطوط، وفؤاد كناني هو بدوره كيحطها في الزاويه الصعبه على كريمو. هدف جميل هنا وهدف جميل هناك، وجمعيه ايريس وجده كيقلص الفارق 2-1 الان في هذه المقابله. مقطوعه، العاقل مازال كره عنده، مازال كره عند العاقل القاسم. لا تصد ولا ترد من القاسمي، صاحب التسديدات البعيدة كما أقول دائما، القاسمي هو مولاها، دائما يعرف الطريق على الشباك من أي مكان كان ومن أي زاوية كانت. تسديدات قوية لا تصد ولا ترد من بدر الدين القاسمي. فؤاد كناني قوية هنا وهنا وهناك، هدف جميل هنا وهدف جميل هناك. سالم مزوري متميز اخر، كانت من كافيا اولا رد عليه فؤاد، كانت من قاسمي ثانيا رد عليه سليم، وثلاثه جوج. مقابله الاهداف الجميله، مقابله الاثاره والجنون ما بين ايريس وجدوى. التحدي الرياضي قنيطري من القنبوعي، القنبوعي الان عند يعقوبي، يعقوبي طالع القنبوعي صالح التحدي الرياضي قنيطري. الدقيقة 27 من المقابلة، 27 دقيقة على بداية اللقاء، التحدي كيتقدم 4 أهداف مقابل هدفين، الهدف الرابع عن طريق بدر الدين القنبوعي. القنبوعي عند يعقوبي، يعقوبي كيخرج عليه بسرعة، والقنبوعي كيحطها في الزاوية الصعبة، في الزاوية الصعبة على الحارس رضا الحلوحي، وعند بن يعو عفوا ياسين كشطوط. فؤاد تاتي لصالح ايريس وجدة، ضربات في الدفاع والحارس، ضربات في الدفاع والحارس، وهدف ضد المرمى، وايريس وجده كيقلص الفريق، اصبحت النتيجه 4-3 لصالح التحدي. ايريس وجده كيسجل الهدف الثالث. امين معجيط كيلعب جميله عند فؤاد كناني، مراوغه جميله، تدخل سعيد طازيس مطالبه بخطا فؤاد كناني. تعادل لصالح ايريس وجده عن طريق فؤاد كناني، استغل ابسط الاخطاء، استغل ابسط الثغرات فؤاد كناني، مهاره كيسجل الهدف الرابع لصالح ايريس وجده، والتعادل 4-4 ما بين التحدي الرياضي قنيطري وايريس وجده. دقيقه 36 من المقابله، كيستغل ايريس وجده ابسط اخطاء، ابسط الثغرات، وبضغط من المستمر وبتكتل هجومي المستمر كيعدل النتيجه 4 أهداف مقابل 4 في مواجهه نادي التحدي الرياضي قنيطري هنا بقاعه هدف مدينه قنيطري. نهاية المقابلة، نهاية المقابلة، نهاية المقابلة بالتعادل الإيجابي 4 أهداف مقابل 4 ما بين التحدي الرياضي قنيطري وجمعية ايريس وجدة. إذا كان معكم في البث المباشر عبر الفجر سبور ميديا قشيني، ونضرب لكم موعدا في وقت لاحق إن شاء الله.